حرصا منها على تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وتخفيفا من الضغط على إدارات المرور في المحافظات ومراكز إصدار لوحات السيارات. قامت شركة عبد المحسن عبد العزيز الباطين للسيارات بافتتاح مركز تسليم اللوحات المرورية في معرض نيسان الباطين تحت رعاية وزارة الداخلية وحضور عدد من الشخصيات والمسؤولين ومدراء الإدارات في الوزارة. كمقدمي خدمة للزبون أعتقد نقلة نوعية في أننا ننتقل من مرحلة إلى مرحلة، لأنه في نهاية الأمر هي تسهيل على الجانبين. أيضا هذه العملية راح توفر جهد ومال وأيضا راحة للمستفيد من هالخدمة، وأيضا لوزارة الداخلية أعتقد تخفيف من الضغط على مراكزها وعلى على على المراكز المنتشرة. قطاع الجنسية والجوازات ممثلة في الإدارة العامة لمراكز الخدمة يسعى جاهدا لتطوير خدماتها بالنسبة للمواطنين الكرام. فتكملة المسيرة اللي قام فيها مراكز الخدمة قامت فيها بالنسبة لتسجيل السيارات ودفع المخالفات وتنفيذ الأحكام، اليوم ما قصر الواديب، كمل مسيرته واتفق مع الإدارة العامة للمرور لإصدار لوحات السيارات.